نجح مسؤول قطاع كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في التعاقد مع آية الفئي لاعبة منتخب مصر للآنسات ونجمة نادي الغابة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. قدمت الفئي أداء مميزا خلال مشاركتها مع منتخب مصر للآنسات تحت 16 سنة في بطولة إفريقيا الأخيرة التي حصل فيها منتخب شابات الفراعنة على المركز الثاني ووصافة البطولة القارية عقب الخسارة من منتخب مالي القوي بالنهائي. هي البطولة التي أقيمت برواندا أغسطس الماضي، واستطاع منتخب آنسات السلة تسطير تاريخ جديد بعد الصعود لنهائيات بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها صيف 2020 برومانيا بعد فوزه على المنتخب الأنغولي في النصف النهائي للبطولة القارية. كان لآية الفئي دور مميز في هذا اللقاء، لا سيما بعدما استطاعت تسجيل 17 نقطة بمفردها. ويأمل الجهاز الفني للفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة علي هاشم أن يكون لآية الفئي دور مميز مع الفريق خلال المرحلة المقبلة. وبالحديث عن قطاع الناشئات داخل القلعة الحمراء، فنجد موهبة أخرى وهي جنى الألفي. نجلت كابتن إيهاب الألفي أحد أهم لاعبي ومدرب الأهلي خلال الفترة الماضية، ويتوقع المتابعون للعبة أن تقدم جنى الألفي أداء مبهرا خلال السنوات المقبلة لما تتمتع به اللاعبة من مهارات وقدرات خاصة جعلتها محط أنظار الاتحاد الإفريقي للعبة قبل أن يتم اختيارها ضمن برنامج المواهب التابع للاتحاد الإفريقي. وشاركت في معسكر MPA جونيور الذي يقيم في السنغال لمدة أسبوع، ثم توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة MPA جونيور جلوبال ممثلة عن قارة إفريقيا أمام مواهب العالم. قدمت جنى أداء مميزا حيث احتلت خلال البطولة صدارة قائمة أعلى اللاعبات تسجيلا للنقاط برصيد 14 نقطة كمعدل تهديفي في المباراة الواحدة، وقادت فريقها حتى الوصول للدور النصف النهائي من المسابقة. لدى جنى الكثير من الآمال والطموحات حتى تحققها خلال الفترة المقبلة، ليرسل قطاع الناشئات بالنادي الأهلي رسالة لجماهيره ومحبيه أنه لا خوف على قطاع كرة السلة سيدات بالنادي، حيث أننا نمتلك العديد من المواهب التي ستكون خير ذخيرة للفريق الأول في قادم الأعوام. زي ما شفنا في التقرير نجومنا وازاي نقدر عندنا نجمات برضو كبار طالعين من الناشئات وطالعين للدرجه الاولى بقوه، صاعدين بقوه. وكمان الاثنين نجمات النهارده نجمات من طراز مختلف شويه، كمان بيلعبوا في جونيور NBA او جونيور اكاديمي. دي حاجه مهمه جدا 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 في NBA بتعملها. وجود NBA في مصر او وجود NBA في افريقيا دي حاجه مهمه عشان نجماتنا ونجومنا يقدروا يروحوا للعالميه سريعا. خلينا نرحب بنجمتنا النهارده كابتن جنى الالفي. كابتن جنى مساء الخير. مساء النور. منورانا. ربنا يخليك. ومعانا المنضم حديث النادي الاهلي كابتن ايه الفئي. مساء الخير يا كابتن ايه. هبدا معاكي واقول لك النهارده ده اول لقاء، واكيد كل جمهور النادي الاهلي عايز يعرف تفاصيل انضمامك الى النادي الاهلي. هو شرف كبير ليا جدا اني انضم لنادي كبير زي ده، وده كان حلمي ان انا انضم له عشان النادي كبير وليه قوام جامد قوي وقوي. فدي كانت ستيب مهمه قوي في الباسكت بالنسبه لي ان انا ابقى انضم للاهلي. انضميتي للاهلي انت اللي طلبتي ولا النادي الاهلي اللي طلبك؟ لا، جالي عرض من الاهلي. جالك عرض من الاهلي. فكرتي ولا قلتي خلاص مضيتي على طول؟ ما فكرتيش على طول. ما فكرتش. اكيد اضافه قويه جدا كابتن ايه الفئي، لكن خلينا نروح لكابتن جنى الالفي. وحاجه مهمه، دي بنت كابتن ايهاب الالفي مدرب فريق الدرجه الاولى سيدات في النادي الاهلي في الموسم الماضي. كابتن جنى، ازاي لعبتي باسكت ما لعبتيش طايره، مع ان كابتن دينا جوده برضو مامتها كابتن دينا جوده لعيبه النادي الاهلي في الكره الطايره، دي كانت حاجه مهمه. لعبتي باسكت ومشيتي مع كابتن ايهاب وما رحتيش مع كابتن دينا. وانا صغيره جربت الفولي الاول كويس، بس انا ما كنتش حباها بصراحه، يعني مش حباها قوي، يعني مش عايزه الصراحه قوي النهارده عشان برده يعني ماما سامعانا، فتعرف برده تروح البيت يعني. لا، ماما برده واخد بالها ان انا اصلا ماليش ما عنديش اي فكره اصلا عن الفولي خالص. ما حبيتهاش خالص.
فجريتي على ملعب كره السله؟ لقيت انا لوحدي. بكلمك بصراحه، ما كانش في ضغط ان انت لازم تلعبي طايره، لان انت عارف برضه اولياء الامور. لا خالص، هم كانوا مديني الحريه ان انا العب اللي انا عايزاه يعني. وتعلقتي في السله؟ الحمد لله. التعامل مع بابا ازاي في البيت في كره السله؟ لا هو لا لا لا، هو على طول بابي بيشجعني، وعلى طول في تفاهم، مش اي حاجه واخداها يعني غصب عني او بيزعلي. لا لا يعني بيقعد يتكلم معاكي في الباسكت في البيت وكده، مش كفايه الملعب، يبقى الملعب والبيت كمان. هي كده صح؟ طيب خلينا نروح لكابتن ايه، والسؤال المهم. الاثنين النجمات اللي قدامنا دول بيتكلموا على ان بي اي والاكاديميه، عايزين نفهم منهم ايه ان بي اكاديمي دي؟ ايه قولي لي ايه ان بي اكاديمي دي؟ هي حاجه بتعملها الـ NBA اللي هي في امريكا نفسها، بحيث ان هي مثلا تشوف الناس اللي سنهم صغير كويسين قوي في كل بلدان العالم. حلو. في دلوقتي الـ NBA اكاديمي دي افريقيا الاول، بتجمع الاحسن ناس في افريقيا وتختار بقى وتمرنهم وتختار منهم احسن ناس، وبحيث ان هم يمثلوا NBA افريكا في امريكا بقى بعد كده. الوصول ليها عشان يطوروا كرة السلة في العالم، ده الهدف الأساسي ليها؟ يعني طب عشان تنقلوا خبراتكم للاعبات الموجودين أو اللاعبين الموجودين في مصر. أيوة، وكمان برضو في الكامبات دي بيبقى في لاعبات مشهورة، ولاعبات لعبة WNBA، وفي ناس لعبة NBA نفسها، ومن أفريقيا ومن كل الدول، فبيجوا اللي هم بيبقوا الكباتن بتوعنا، فدي في حد ذاتها خبرة كبيرة قوي بالنسبة لنا إن احنا نقف قدامهم وهم يمرنونا. هي فعلا بتتكلم صح، لان خبرات اللاعبين دول خبرات مهمه جدا ان هم يكتسبوها وهم صغيرين في الوقت ده، عشان يقدروا يكون عندنا منتخب قومي للسيدات ان شاء الله في المرحله اللي جايه، منتخب قوي، لان فعلا منتخب السيد اعتقد ان هو ماشي على التراك او على الطريق الصحيح، لان كمان عندنا نجمات محترفات كتيره. كابتن جانا لازم اسالك السؤال المهم، دخلتي ان بي اي جونيور وحققتي 14 نقطه وحققتي رقم واحد مظبوط كده في تهديف في السنغال، احكي لنا على الموضوع ده. هو حضرتك احنا زي ما قلت حضرتك احنا بيجمعوا احسن ناس من افريقيا، وانا الحمد لله كنت منهم، انا وبنت بتلعب في زور اسمها شازا، وولد من سبورتنج اسمه حسن. تمام. احنا الاول رحنا على السنغال، مرنا 5 ايام صبح وبالليل، عشان هم كانوا بيجهزونا عشان كنا نلعب بقى ماتشات، وكانت الشامبيون شيب كانت هتبقى في امريكا في اورلاندو. كويس. فالحمد لله ربنا انا اتوفقت هناك، ويعني الحمد لله احنا يعني ما وصلناش للفاينل، بس يعني وصلنا للسيمي فاينل وخسرنا من لاتين امريكا بس. فساعتها بقى اخدت توب سكورر هناك. توب سكورر دي كانت حاجه مهمه جدا اكيد لينا. اتنقلتي الاكاديمي ازاي بقى؟ هم اصلا كانوا مختاريني من الجونيور ام بي اي. اختاروكي من هناك؟ اختاروني من هناك. ايه اختاروكي من ايه؟ ايه اختاروكي من اللعبه في مصر ولا من ايه بالظبط؟ لا اختاروني من منتخب مصر بتاع 16 بطوله اللي فاتت، كانت في رواندا شهر 8. الصور الجميله اللي انتوا صورتوها صح؟ على فكره الصور دي كويسه قوي. هم بيشوفوا الفيديوهات، وهم بيبقى في اصلا اوريدي يعتبر ناس مترشحه، وبعد كده هم بقى يشوفوا الفيديوهات عشان يختاروا من الناس المترشحه اللي تستحق ان هي تروح، فانا الحمد لله اختاروني منها. بابا عمل مفاجاه في السنغال ليكي؟ ايه اللي حصل؟ احكي لنا. وانا راجعه خلاص احنا خلصنا البطوله وكان ميعاد ان احنا نسافر. وانا راجعه لقيت كوتش كيتا اللي هو مسؤول عن البنات والولاد. قال لي ان انا هقعد في السنغال. انت هتقعدي في السنغال؟ قال لي هقعد في السنغال مع بابايا. هو ساعتها بابي كان متفق معاهم هناك وغير لي التيكت بتاعت الطيران. كان ساعتها كانت بطوله افريقيا موجوده هناك. فقعدتي واتفرجتي على بطوله افريقيا. طب قولي لي اتفرجتي على بطوله افريقيا بشكل مختلف، اكيد انت بتتفرجي على نجمات افريقيا بتتفرجي بشكل مختلف وانت بقى جوه ارض الملعب غير ما تتفرجي في التلفزيون. ايوه طبعا. ايه اللي اكتسبتيه هناك من نجمات افريقيا؟ لا اكتسبت حاجات كتير قوي، يعني الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها، خبرات عندهم ما شاء الله خبره يعني. لا الضرب كتير. بقى والزق. لا مش إيه بالظبط؟ مش حكايه ضرب، لا لازم الباسكت بول محتاجه حد يعني يعافر في اللعبه. اصل انا كان عندي كابتن سوريا كانت قاعده معايا هنا وقالت لي ان انا لما هناك في افريقيا اكواع بقى وضرب. سوريا يعني كانت ما شاء الله عليها، كانت بتدخل ما بين الطوال كلهم. في افريقيا ما شاء الله. ايه بقى احكي لي على سوريا هناك ايه؟ لا 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 ما شاء الله عليها، كانت لا بجد بتدخل بين الطوال وتحط الباسكت وتاخد فاول كاونت 3 بوينتس.
لا لا كانت ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليها. ان شاء الله باذن الله قريب هنتكلم على جنى الالفي واكيد ايه الفي واكيد نجمات مصر كلهم في المرحله اللي جايه، اللي نتمنى لهم التوفيق عشان دايما مصر تعتلي قمه الصداره الافريقيه وتوصل للطريق العالميه باذن الله. قولي لي اكيد انت في طريقك في الباسكت في دعم اسري. اكثر ناس تعبانه. دي حقيقه. احكي لي. دول هما من صغري. انا كنت بلعب سباحه وباسكت كويس، وكنت دايما مايله اكتر للباسكت وكده. فبعد كده ام بابا كان كل عيلتي كلها كانت سبورتيف جدا وخلوني اكمل في الباسكت، حتى ادوني برايفت اني احسن مستواي اكتر وادعم نفسي وكل ده. وهم بجد كان هما يعتبر سبب كل حاجه انا فيها دلوقتي، عشان هم كانوا سبورتيف جدا ليا من صغري. مين نمبر 1 فيهم؟ ما تقوليش كلهم، في حد اكيد اكتر واحد تعبان في البيت ده؟ باباي. بابا اللي تعبان؟ كنت انا فاكره تقولي ماما صراحه. صراحه ماما. هو اللي بيوديكي وهو اللي بيجيبك؟ يعني هو برضه ماما توديني، بس بابا كان اكتر، كان دايما بيجي معظم الماتشات معايا، وكان اللي هو كان عنده استعداد ان هو كان في بطوله افريقيا ان هو كان ممكن يسافر معايا يقعد يشجعني هناك لما سافرت مع المنتخب. بيكلمك في فنيات الباسكت بصراحه شديده ولا ما بيتكلمش في الحته دي معاكي؟ لا 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 بيتكلموا. بيتكلموا. طب النهارده وانت نجمه كبيره ونجمه جوه النادي الاهلي تقول لهم ايه كده على الهواء؟ لا عايزه تبصي الكاميرا، ما تبصيش. ايوه الكاميرا قدامك. ايوه بالظبط. احب اشكرهم جدا بجد، عشان لولاهم ما كنتش هوصل اللي انا فيه ده دلوقتي. هي مقتضبه، كلمه مقتضبه من ايه. لكن خلينا نشوف جاني هتقول ايه، برضو كلمه مقتضبه وهتقعد تتكلم. اكيد نفس الكلام. هتقول ايه؟ لا بصي الكاميرا بتاعتك. لا بجد. ايوه. انا بجد من غيرهم انا ولا حاجه. بجد والله هم دعموني كتير قوي وبجد. مين اللي بيدعمك؟ شكرا. كابتن ديلا ولا كابتن لا 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 الاثنين. الاثنين مع بعض. الاثنين عشان الاثنين مروا برياضه. بعدين مامتي مش عارف البيت، لا مامتي كانت بتلعب فولي. ايوه انا عارف. فالاثنين عندهم بقى خبرات في الرياضه. بس خبره الباسكت اعتلت الترتيب ممكن عندك في البيت. ممكن صح كده؟ طب قولي لي ايه شكل المنافسه في مصر؟ يعني خلاص الدعم الاسري تعمل لك الشكل المنافسه في مصر، النادي الاهلي بيتنافس مع مين او مين اللي بينافس النادي الاهلي؟ احنا دايما في سننا كصغيرين اللي بينافسوا دايما معانا على بطوله الجمهوريه بتبقى دايما نادي الصيد او سموحه. فبس معظم الوقت بتبقى نادي الصيد، فهي منافسه بتبقى جامده قوي ما بيننا وما بينهم، ودايما معظم الوقت بيبقى اهلي والصيد على الفاينل جمهوريه. يعني دايما الكلام ده متفقه معاها في الكلام ان الصيد وهي دي الانديه الجامده. حتى احنا في 16 عندنا برضو الصيد وسموحه ما بينافسونا يعني على بطوله الجمهوريه. جانا لو ما كنتيش لعيبه كره سله كنت دي عايزه يعني تطلعي ايه في الرياضه؟ تقولي هتبقى لعيبه ايه؟ ممكن بقى كنت هحاول بقى في الفولي بقى. تحاولي في الفولي؟ يعني يا باسكت يا فولي الموضوع منتهي. مش هاندبول مثلا زي ما انا بلعب؟ لا لا ما كنت مش خالص. قولي لي ايه هواياتك بره كره السله؟ بره كره السله اصحابك خروج سهر ولا مفيش؟ مش لا لا في طبعا. أيوة بس انا كدا. مش انترستد يعني الحته دي قوي. مش انترستد للموضوع ده، انت انترستد للرياضه. اكيد الرياضي ليه طموح، والطموح هو الاهم حاجه عند الرياضي، لان الرياضي اللي ما عندوش طموح يبقى ما عندوش حياه رياضيه. فاكيد النجمات اللي قدامنا عندهم طموح مختلف، اكيد عايزين نعرف طموحهم ايه. ايه طموحك ايه مع كره السله؟ ان شاء الله اكمل في المنتخب اللي طالع كاس عالم. وفي منتخب لسني تحت 18 ان شاء الله ادخله برده باذن الله. ويعني دايما معظم كل لعيبه الباسكت ان هم بيتمنوا ان هم يجي لهم سكولرشيب في امريكا، بحيث ان هم يلعبوا في دوري جامعات امريكا، ودي تعتبر دي حاجه كويسه جدا ان انت توصل لها. فكلنا بنهدف وعندنا طموح ان احنا يجي لنا سكولرشيب من امريكا. ليه امريكا وليه مش اوروبا؟ بحيث ممكن بحس ان احنا يعني 3 4 ساعات امريكا 12 ساعه. بس بحس او هتكلم عن نفسي، بحس ان امريكا بالنسبه لهم هو الباسكت رقم واحد وهم جامدين فيه جدا، فاللي هو اكنهم حاجه لعبه بيقدسوها، فاللي هو هناك هتبقى جامده قوي ان نلعب في دوري زي ده. ده طموحك في الحياه؟ يعني بتتفرجي على ام بي اي امريكا؟ طبعا. النجم المفضل الكبير عندك مين؟ ليبرون جيمس. اشمعنى؟ انا ايامي كان مايكل جوردن. اتفرجت على مايكل جوردن؟ طبعا. ايه بقى رايك؟ ايه الفرق؟ مين؟ مفيش، هو مش عارف، هو انا يعني بحب طريقه لعبه قوي. وبعدين هو ممكن يكونش نفس البوزيشن بتاعي. بس هو ده الستار بتاعك. هو فعلا الستار بتاعي. متابعه الدوري ده ولا بتتفرجي عليه على فترات المتقطعه؟
لا هو يعني ما عادش حاجه ان انا على طول يعني بتفرج عليهم متابعاه، بس لا متابعاه بس مش اللي هو على طول كل يوم يعني، مش على طول يعني. امريكا الحلم، وكمان اكيد جانا الالفي عندها حلم بتحلم بيه مع بعض عقود الاحتراف اللي جات لها قبل كده وهي لسه سنه 16 سنه. الناس طلبوكي اعتقد، صح كده؟ طموحها فين؟ اول حاجه ان شاء الله ان انا يعني اكمل في النادي الاهلي واخد بطولات يعني كتير ان شاء الله مع النادي الاهلي، وان انا ادخل منتخب مصر ان شاء الله، وين يلعب في الدبليو ام بي اي مقبل ان شاء الله يعني. ناويه ان شاء الله؟ لا انا عارف انت هتلعبي ان شاء الله باذن الله تلعبي فيه يا رب. اكيد يا ايه هسالك على منتخب مصر. منتخب مصر لسه ما وصلناش ان احنا نرتقي الى رقم واحد في افريقيا. ايه اللي بيفرقنا؟ ايه اللي احنا ناقصنا؟ ناقص عندنا ايه؟ صراحه اللياقه البدنيه يعني. احنا في افريقيا اللي فاتت خدنا تاني بعد مالي بجد، هم بغض النظر يعني كسبتوا مالي تقريبا في اول ما كسبتوش، احنا لعبنا مالي في ال هم كانوا معانا في المجموعه والفاينل خسرنا ماتشين، بس هم اقوياء قوي ولياقتهم بدنيه عاليه جدا جدا، وكمان بقيتهم غير بقيتنا تماما. فده ساعدهم قوي ان هم يبقوا كده. فاحنا دايما بتبقى معظم الوقت الفرق ما بيننا وما بين بتوع افريقيا اللياقه البدنيه دي وسرعتهم، هم بيبقوا سرعه قوي وكلهم يعني عضلات وجامدين جدا يعني. لا احكي لي عن الماتشات اللي كنتوا بتلعبوها والكوايع اللي بتاخديها والضرب، الشكل مختلف في الباسكت هناك في افريقيا عن الباسكت اللي بتلعبيه في مصر؟ اكيد هناك بقى هم اجسام كبيره وعضلات وبيضربوا، حتى لو هو ماتش ضعيف مش جامد قوي، مش فرقه جامده قوي، بس اللي هم برضه ستيل لازم العب جامد، ان هم فرقه قويه بيكوعوا بيعملوا. وكان يعني كان عندنا في ماتش ده تعتبر كان احسن ماتش في البطوله، ماتش مصر وانجولا، اللي يكسب ده كان سيمي فاينل، اللي يكسب كان هيطلع فاينل مع مالي، واللي يكسب هيطلع كاس عالم. واحنا كان هدفنا نطلع كاس عالم ونقابل مالي في الفاينل. فالماتش ده كلنا طلعنا كل اللي عندنا، والهوا بقى ماتش كان يا حياه وموت، كنا عايزين توصلوا بالظبط، فما كانش في قدامنا اوبشن ان احنا نخسر. كان سبب رئيسي انت خسرته ده في الماتش الفاينل، ولا كان الماتش الفاينل صعب شويه علينا؟ هو حضرتك قصدك اللي هو عشان خلاص احنا حققنا هدفنا، حققت الهدف بالظبط، وده طبيعه اللعب المصري في كل الالعاب يعني. الصراحه ممكن تكون سنه، بس هم برضو كان مالي كان ممكن فارقين عننا حبه في اللياقه، هكلمك بصراحه. هناك عندهم القوه البدنيه هي الاساس في الحياه بالظبط. احنا عندنا البنت بتخاف تخش جيم وتربي عضلات وكده بصراحه، ممكن بتفرق. بتفرق كتير، الرياضه مش كده اكيد. صح أيه. لازم نكون نبقى اقوياء ونروح جيم ونطلع وكل حاجه. بتروحي الجيم والكلام ده كده ولا؟ لا لا اكيد بروح. بتروحي؟ ما عندكيش مشكله خالص. بتطلعي من تدريبك مثلا بتعملي حاجات زياده، ولا كلها اطار التدريب الفني داخل من؟ لا لا اكيد بعمل حاجات زياده، مثلا ممكن اجي شويه اشتغل بطن وظهر في البيت كده. بتعملي حاجات زياده في الرياضه، بتلعبي رياضه كل يوم وبتذاكري صح؟ ازاي بتوفقي؟ اكيد دي حاجه مهمه جدا لنجماتنا الصغيرين اللي متواجدين بيتفرجوا على كابتن جانا، اكيد عايزين يعرفوا ازاي بتوفق عشان لما يكبروا يبتدي يسلكوا ذلك النهج. بتوفقي ازاي بين دراستك وبين اللعب؟ والله انا يعني على طول مثلا قبل التمرين لازم اذاكر، ممكن لو انا قاعده شويه بعد التمرين اخواتي عندهم تمرين كده بيبقى معايا مذاكرتي، اذاكر اول ما بروح لازم اذاكر، وبعدها انام الصبح عشان عندي مدرسه. يعني انت عايزه تقنعيني ان انت قاعده يعني، بس ده كلام، هي قاعده بتذاكر في النادي وسايبه الباسكت؟ عايزه لا 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 كده؟ انا قصدي بعد التمرين. ايوه بعد التدريب يعني. أيوة. خلاص تدريب. أيوة. وتسيبي ملعب السله وتقعدي سايبه وتقعدي بالكتاب وتسيبي كره السله؟ مضطره من كده. مضطره صح؟ عدديه. متاكده؟ ايوه. جايز ايه نفس الكلام ولا في اختلاف عن جنى؟ بتنظمي وقتك ازاي؟ صعب بسيب على ربنا يعني. دي اهم حاجه، احنا لازم نسيبها على ربنا. دي اهم طب حاجه. احنا كلنا سايبينها على ربنا. دي اهم اكيد بنسيبها على ربنا كلنا، بس اكيد لازم نذاكر. ولا ايه رايك؟ بس انا كايم اللي هو ما بعرفش اذاكر في دوشه او في النادي، فلازم اللي هو اذاكر في هدوء في البيت. فبحاول بحيث ان مثلا بعد التمرين اروح اذاكر المنزل اني اذاكر، لكن ما اعرفش ممكن ما اعرفش اذاكر بره البيت في دوشه او في النادي او اني في صاله وبتفرج على التمرين وان اقعد اذاكر، لازم ابقى في حته هاديه عشان اعرف اذاكر في الصاله. تمام، مفيش مذاكره. ما انت قلتي بتذاكري في الصاله. لا مش في الصاله، في اكيد اماكن ثانيه بذاكر فيها. بتذاكري في الراتب صح؟ ايوه. انا بقول لك ده كلام واضح. جنى الالفي لعيبة كرة سلة محترفة
دكتوره مهندسه محاسبه. يا رب يا رب. لا يا رب ايه بس؟ ما انا عايز اعرف بسالك السؤال. يا رب روحي فين في الاثنين؟ لا ان شاء الله كم في الاثنين. في الاثنين؟ طب نطلع نخليها في الاحتراف. اوكي. لعيب بصي تختاري واحده من الاثنين، لعيبه كره سله محترفه ولا الدراسه والهندسه ودكتوره ايا كان عايزه تطلعي؟ لا هو انا بصراحه عايزه افضل يعني اكمل في الباسكت ويبقى برضو اهم مهندسه. يعني رقم واحد الرياضه هي الاهم عندك؟ ممكن شويه. ده طموح رياضي اكيد، ده طموح رياضي في الوقت ده. الرياضه اختلفت وبالذات الرياضه النسائيه في مصر، عندنا بناتنا فعلا الموضوع اختلف بالنسبه لهم جدا. الرياضه هي اهم حاجه في الحياه عندهم. دايما بسال السؤال ده عشان اعرف رد الفعل. اغلب ردود الافعال اللي بتقول لنا عايز اكون لعيبه محترفه، مش عايز اطلع في بتعلم كويس لكن في نفس الوقت ابقى لعيبه محترفه. ايه اخبار السوشيال ميديا ايه والاهتمام السوشيال ميديا؟ ايامنا ما كانش فيه سوشيال ميديا، لكن ايام كنت السوشيال ميديا ايه يعني كل حاجه. بتهتمي بكده وبتقري الناس بتكتب عليكي ايه ولا الموضوع بالنسبه لك؟ ممكن بس مش معظم الوقت. حتى مثلا ممكن في ناس تقول كلام مش اكيد يعني كلامه صح، في ناس بتقول اراء، فاللي هو انا ماشي هتقبل الاراء بس مش لازم اخدها رقم واحد بالنسبه لي ان هم طالما انت قلتوا كده يبقى دي الحقيقه. بس لا انا ممكن اقراها بس عادي تبقى عندي فكره عنها بس ما اهتمش بيها خالص. يعني اهتم بس مش لدرجه ان هي تبقى رقم واحد بحيث ان لو عملت كده لا ده هيتقال عليا كذا. لا انا لازم اركز فانا بقى شايفه ايه الصح اللي بعمله ومستواي هيتحسن بيه ولا لا. يعني انت بالنسبه لك تقري كويس؟ الايجابيات تشوفيها ايجابيه والسلبيه تشوفيها سلبيه وتطوري من نفسك بالزبط. لكن لا تتاثري بالمكتوب بالظبط كده. جانا ها تتاثري ولا لا تتاثري؟ لا اكيد مش هتاثر طبعا برضه. كل واحد وليه رايه. ممكن مثلا ناس تبقى شايفه ان ده صح او مثلا حد يتكلم عليا كويس. في ناس مثلا ليها راي تاني عادي. هو كل واحد وجهه نظره يعني. هو في حد شايف ممكن ما يكونش اتنين شايفين زي بعض. اكيد في سلبي وفي ايجابي. هل حسيتي في مره ان السوشيال ميديا بتقسو عليكي في وقت من الاوقات ولا دايما ماشيين في ناحيه ايجابيه معاكي؟ لا ما بصراحه مش بشغل بالي قوي. او مثلا لو شفت حاجه ماشي اوكي ده رايه. لو شفت حاجه ثانيه بالظبط تديكي دافع لقدام. قولي لي عشان اكيد بمراحل السنين اللي انت مريتي بيها اكيد عندك مدربينك، واكيد النهارده وانت كده على الهوا عايز اقول لهم كلمه لمدربينك اللي مرنوك على مدار الوقت القصير ده في كره السله، تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني شكرا قوي. هم بجد تعبوا معايا قوي كل مدربيني. مرنوني كويس وكانوا عايزيني ابقى احسن. اكيد فاحب اشكرهم قوي بجد. مش عايزه انسى حد يعني بصراحه يعني من كلهم بصراحه. حافظاهم نقول اسمائهم انت عايزه؟ مش عايزه انسى حد. مش عايزه انسى حد؟ عايزه انسى حد. في حد مؤثر عندك قوي في حياتك كمدرب بصراحه؟ بصراحه هو بابايا. بابا يعني عشان يبقى كلام واضح بصراحه. يعني هو اللي اثر فيكي قوي في الموضوع قوي. هو الوحيد يعني اللي يعني كان مهتم قوي بيا. و بتنزلوا الملعب مع بعض؟ طبعا كتير. وهو ممكن مش كتير قوي بس لا هو على الاقل يعني لو ما نزلش ملعب معاه بيديني حاجات اعملها انا لوحدي عشان هو السنة اللي فات زي ما حضرتك قلت يعني زي ما حضرتك قلت يعني ان هو كان مدرب. هو مدير فني. كان مدير فني فعلا للاهلي. ما شاء الله عليه بيلعب بطولات وانجازات دي حاجه. الحمد لله يعني. الحمد لله. بس دلوقتي هو بقى مش موجود. مفيش مشكله خالص بس هو موجود في البيت وموجود معاكي على طول. لا هو في السعوديه بقى. سافر خلاص. خلاص سافر. ربنا يوفقه يا رب. اتمنى التوفيق لكابتن ايهاب الالف لان فعلا نجم نجومنا. واكيد السنه اللي فاتت كانت سنه ناجحه بالنسبه له ونتمنى له التوفيق في كل حته لان هي دي ولاد النادي الاهلي اذا كان جوه النادي او بره النادي. كلنا بنتمنى التوفيق للموجودين دلوقتي وكمان ولادنا اللي بيتركوا النادي وبيسافروا للخارج. اكيد بنتمنى لهم التوفيق. اكيد كلمه نهائيه لمدربينك. احب اشكرهم كلهم برده. مش عايزه انسى حد زيها بس بجد ان هم تعبوا معايا جدا جدا وبلولاهم وبلولا دعم اسرتي ما كنتش هوصل اللي انا فيه ده دلوقتي خالص. فبجد شكرا قوي. انا اللي بشكركم جدا جدا ولازم اشكرهم واقول لهم ان شاء الله نجمات على الطريق قريب جدا يكونوا متواجدين في الفريق الاول للنادي الاهلي ويكملوا مسيره الانجازات لسيدات كره السله في النادي الاهلي. كابتن جانا نورتينا وشرفتينا وبنقول لك بالتوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه. وكابتن ايه الفي كمان نورتنا وشرفتنا واكيد بنقول لك مزيد من الانتصارات مع النادي الاهلي ودايما مع ابطالنا ونجومنا. هندور عليهم في كل الاماكن وهنفضل متابعينهم لان هم دول وجهه النادي الاهلي في الرياضه. في اخر الحلقه بشكركم والى اللقاء.